نين مدح مدح وين بين لو مدح وين بين لو إلهي قيامهم أركاي هذا ده كوس عبيان هاي هكون هان وزيرة هاي وكان كله هاي دتك أمد وزارة بينا وشيء يسا حل ما نتاي تي في ده سوقر يسا دتك بين وشيء يسا هلو أركا كلية إن أذكر ده عشان مركو هرة توبة النصوحة إلهي إن توبة كنت محيل قف الدين بيكون جرا مركو هرة ما إلهي سوهر أستاجيا وعملك لو أقبلها وحيابه إلهي سبحانه وتعالى ونحرس أمد محمد عليه الصلاة والسلام وحكمت إن أعمال يرير أي سميان وأجر فربضنا يكون هلان هل كان مركز جوكتان ودمنا هرقل بيت كمركز جوكتان إن مو جوكتان سومالي لم مو جوكتان نلقم فيرنا سومالي ناتيهن قبائل كاكد الله تين مو جوكتان إنما واحد حبار سنتين رسالة إسلام كحبار سنتين حسن قولقا إن إلهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أقربه مجلسا يوم القيامة إنك قلوا قيامها إنه نقني إنك وتقوى بدن أما إنك وصلاة بدن كلية إنما إنه يهنقنا إنك وأخلاق ونكسن أنا ما هلا أسكو قبصة أنت بدن وقويس كأ أنت بدن حقول سين عدالة داري كل سين حتى أمرك إلا هالشي سين لا وقفوت أو إس قلافة أو الرب إن صلح لا أحدقو نكس عدالة وكل إحنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت السميع العليم الحمد لله إلهي مهدي سواء مركل هذا هو القصة الله بني أنا قو وناك إسفرين حمد إسكره بين إلهي سبحانه وتعالى حنكبر إلا ما أنتين بأ إلهي لو نقدر يقوك انتفاع وحل الشيء غير إن وحنا نصور لما هذا حنقد أنك قهد ليني إن لتاقير ظالمين إن عاو حن بلا بين حلقة كلا أن كجهد لإنه مسألة كلا يريدنا مهمة أو التعاون التعاون على الإثم دم بيجي لسكو جرجارو حيا فرق يا ولد حيا من ظالم أتقاند ومثال مسوق هذا نضد كسياسيين تا ومركز تا إن إلهي كجبقين إن كرسي يكفر ليان إن أتو صعب تنتي لبك إلا هذا حيوان كسر شيء إن عذابك قيامها لو غلصوا صاراي هذا وصلها يا حكم مؤدوانين أي تار تاجرتي أو أهد ولا تركنوا إلى الذين ظلموا إلهي القرآن كنوع شيء أي إن أت أخفر يسنين وأدت كذا علمين تاه إن حلقة هذا المانتا كهل لنا بلا مدن وحي تهي إن التعاون على الإثم إن أقف هذا نكو كلمي ستمبي إن سيدا ذا سعطان وحيابها إلهي سبحانه وتعالى نقو أدون صدو حوي التعاون على التقوى البر والتقوى سما فل يوحكستو عبادة أو إله اللي قلوا وانايو إن لسكو كاشادو ودين تينا أساسيات كذي كميتهي وإله سبحانه وتعالى نو أمري مركو نو أمري آية داس نو أمري وإله سبحانه وتعالى تعاون على البر والتقوى نو أمري وحو الرعسيي ولا تعاون نهي أيو رعسي وآية داس وحليهي أمري نهي أيو كجرة وآية دك مركو هورا إله سبحانه وتعالى وحنو الليهي وتعاون على البر والتقوى وعسكو قال ميسان وناج يسمى فلك يتقوى عبسي إلهي سكوك هالماء وقف قف كله إنه كل يري عبسي إلهي سبحانه وتعالى ولذلك برج يتقوى وحان يرد كل من وحوي لبا معنى وإذا اجتمع تفرق الله ومركز سما فلو نقله لكن بر كل يس مركي مال وش يقول ليس بر أن تقول وجوهك مركي الله هي مركز سوك على تقوي تقوى إلهي نقنا بر كل يس مركي الشيء ساس درادت يا إلهي سبحانه وتعالى وحنو قدون صنيع أيد اسمه قفريا إنن أن كسم فلك إسكو كالمين حيري أدون كان أوجد إلهي سبحانه تتقو إسكو امتحاني دنا أغنيو كدي مال بوسي مال كاس غني لقد دي ما هنا دتك كفل بديهنا أيها مساكين تلو امتحانو كويا مال كاس قلنا إلهي فقيره كدي فقري أيها لو امتحانية مركو حال الدنيا إن إسكال ميسن كرنا وإسكو كالمين كرنا سما فلك وما أنت وقفك كست وقاصدا دتك مسلم كونبيك عليه سلام كنت المامي مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد واحد ما انت ضد بدن دباتيسن او ودنك كو دباتيسن marka aad aragtid youtube-yada wax la soo dhigaayo en ala alaqal qofka duu wax qaban kara hata inuu ala alaqal uu ku caawin qofkaas inuu gudbiyo dadka kale wax u sheega oo ila war hada wax kaalmeen kartaan ama uu ka qiraado oo markaas ka danqadaana waa idan ajir uu ku helaya maxay yeel ajirka kali lagu ma helo sadaqad bixis kaliya qofka muslimka ah nabiga kaleey salaasan uu ku tilmaama kamathal jasad waahid حالة دنيا إني أكل دم قتيد من مسلم كله أبار مركي دات كله عدد مركي دات قادان دات مركي بي لبعتي جالسين وبي مكوسوف فتهو إن كدم قتيد على الدنيا تاسان الأمر يا مركو حليه بركة سما فلكاس إسكو كالمية
oo ilaahay subxaanahu tacaala ninkan lacagta lagu siiyey waa lagugu imtixaanayaa dadka maad bixinaysaa mase adii caruurtaadi iyo anaaniya naqanaysaa saas daraaddeed waxaana lagu waajibay zakaana lagu waajibay waajib nagu ah oo ninka bixi waaya dinbaabay maalka adii shaqaysatay ayaa maskiinka waxa loogu waajibaa lagu yiri maalkan tuakadu min aqniyaahim watarudu ilaa fuqaraaihim siduu sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam dadkaada masaakiinta aqniyada laga qaadaya dadka masaakiinta lagu celinaya haddana waxaana la yidhi waxaana la amray watacaawanu cala albiri wataqwa haddana taqwada cabsida ilaahi subxaana wa tacaala waxay u baahan tahay kaalmo sheedaanka mar kasta wuxuu jecel yahay inamaa yaakulu alganamu adiibu min alganami alqaasiyur nabiga calayhi salaatu wasalaam dhurweeg wuxuu ariga la baxaa kan goonu daaqa ayuu la baxayaa lakin ariga markay wada joogaan jamcu yihiin majmucu yihiin mase u dhexgeli karo laakiin mid bannaan daaqa u raasanaya saas daraaddeeda waxaana leeyahay war cadowga islaamku waa badan yahay iskaashada oo midooba oo islaamnimo fiiriya intaas ayaana la amrayaa marka taqwada ilaahay lagu kaas weyo oo salaada markaa tukanaysa kaliga ha tukanin oo waxaa la tukataa jamaaca raadi oo salaatu ljamaacati afdal min salaati lfadli bisabci wa cishriin daraja wliya o khamsa cishriin daraja salaada keliga aad tukanaysid iyo tan jamaacada todoba iyo labaatan ama shan iyo labaatan sidii riwaayadaha kusoo arooreen ay ka fadli badan tahay marka tacaawunkaasaa la doonayaa waxaa kale ay ku fasireen culammada attacaawun cala taqwa waxaa ka mid a qof gafaay haddaad aragtid inaad tidhahd walaalu ilaahi kacab ittaqillaah inaad gacanta aad qabatid oo tacaawunkay ka mid tahay aad tidhaahd walaalu xaaraantan aad ka ganacsanaysid kursigan xaaraanta aad ku raadinaysid laaluushkan aad bixinaysa kursiga ku raasanaysid laaluushyaa la bixiyaa laleeyahay marka dadka ka bixiya iyo kan ku caawiya iyo kaasaa laga hadlaya waxaa laleeyay marka waxaasoo kalena qofka aad tidhaahd taqwada ku kaalmay waa macnaheeda oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ninkii khamrada cabay wuxuu yihi walaalkiina sheedaanka ku kaalmaynina macnaha taqwada ku kaalmeeya sheedaanka ku kaalmayn maxaa soo haray waxaa soo haray aayadda markii amarkaas la bixiyo oo ah samafalkii taqwada inaad ku kaalmaysano ayaa laba nahyi la daba dhiga haddana walaa tacaawanuu cala ithmi waalcudwaan laba waxaa la yihi ha isku kaalmaysanina ithmi muxuu yahay ithmi waxa waa gaf weye xaaraan ilaahi subxaana wa tacaala la galayo xaaraantaas ama dimbi waa ithmi waa dimbi dimbi ilaahay laga galay iyo mid bini aadan laga galo waa lagu camimo halkaas waxaa leeyahay nin muslimoo la dhibaataynayo oo dimbi laga galayo ama xoolihiis la xoogayo ama la siraya ama la khayaana loo samaynayo ha ka qaybgelinaa laga ranaahiyey oo waxaa leeyahay ilaahay walaa tacaawunu cala ithmi ithmi kaas wey oo ama kii ilaahay laga galayo oo qof aad arkaysid xaaraan dhahayo oo riba inuu qaata raba adhiis ribadana kuu quray foomka keena kuu buuxinaya yurub ay ka socotaa bangigaana riba inaa ka qaata rabaa wuxuu yihi anmaa qaadanaya maya maya ninkaana u qora ribada nabigu calayhi isalatu wasalam wuxuu yihi ninka qoraya xataa waa ku jira ribada maxaa anta tacaawanta cala alithmi dimbiya ku caawinta aayadda qur-aanka ehdaa beenisay qiyaamahana idaa ku hor imaanayso beri aayadda oo dhahaysa ilaahay subxana wa tacala addoonkan waa tukan jiray wax waa samayn jiray laakiin aniga mi dabaqi jirinay ku leedahay halkay gelaysaa marka ima dabaqi jira maxaa yeelay qur-aankan waa shaahidun calayka inuu markaati kuu noqanaya sidu marka wax kastoo kugu markaati furayaan qiyaamaha ilaahi subxana wa tacaala markaatiyaasha meel dheer lagama keenayo wax kastaa laga hadalsiinaya gacantaada hadlayso oo lugtaada hadlayso andaqana allah aladii andaqa kulla shay saas idhihin ilaaha naga hadalsiiyey lima shahidtum calayna markii la yidhaaho waxa la ilaaha naga hadalsiiyey ay dhahayaan idan waxaa la leeyahay marka ithmiga laba kala qaad marka kii dadka lagu dhacaya dadaa ka qayb qaato annaga haddaa soomaali nahay waxaad moodaa kan dembiga waxaan xoogga saarnaa keliya kan annaga ilaahay ka galayna haddaad aragtid nin ilaahay dembi ka galaya waxaa leedahay ama uu ribo qaadanayo waxaa leedahay ma kuu kaalmaynayo ninkan waa sheekh gaariga wuxuu wataa kaniisa u socdaa gaariga kuma qaaday uu leeyahay maxaa yeele ninkan kaniisa wuxuu qamro ayuu kalaabka ayuu qamro ka wataa qamro u socdaa inuu soo cabo ma geynaya meesha dhinacaasuu ka qaadanaya dhinaca u xaqa ilaahay laga galaya maxaa yeele in kaniis la aado iyo in qamro la cabo iyo in ribo la qaato iyo waxaasoo kale waxa weeye waxyaabaha ilaahay dembiyi laga galaya wey laakiin ninkaas saas dhahayo dhahayo sheekh ma qaadi karaa taksir magu qaadi karaa nin qamro meel qamro ma geyn karaa ama ma kasoo qaadi karaa su-aalaha hadda jurum annaga nastana lagu wareeriyey oo mar kasta oo nala weydinayo ninkaas waxaa laga yaabaa nin in adeerkiisa oo ogsoon oo laaluush qaato oo taageera taas ma ku weydinayo marka marka macnaha waxaa ka maqan xaqa bini aadanka laba qof ayaa kursi u tartamayso waxaa la rabaa shahaada zuur inaan naqanin oo walaalkaad ammaanin fadhi kudirruu joogaa website uu joogaa walaalkiisu ammaananayaa keliya
سو نينك كلام إيش أوريده مدحوينها أو قبيل كيسو أماننا يا مدحوينها كله أو قبيل كيسا إنه عربة كنا سيدا وكله نينك أسمار كحكومة الدنيا وحكومة اللي كنيسة جا تكسيان وده تكسيلا هي كنيسة مجي كرا قالوا كنيسة وحكة درنا جيس معايا الحق إلهي سبحانه وتعالى مبنية بالمسامح وكل سنة نين أو إلهي دم بك قالي إلهي نعفي وبدنتا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلهي نعفي على غيابة كان خمر دعباي كان صلاة كتغي كان رباط قال إلهي نعفي على غيابة لكن إلهي مرنا معفنا كان أكأي حتى يذيق وقد سهاج زورك أقشي وننك لبوسك أقادي ولالك فرتد جو ولالوش دتك العكتك قاتو وحفيزك كان فرديو أليس نوصو مرصوف أما إسلانتي ننك العكتك حاران تصوصيني كقادنيسو لكن انت بركي جوك كلهيسو شيخ علمي قنزير الله سيا والقنزير وحكا وين عنيسا حي الحقوق الهي سبحانه وتعالى اياك وحد قد بيسا قدك تلفونك اللي هي هلو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام يا شيخي با تيفيك من لي قدين ترى وشيخي هنا ذرو تيفيك اسك قابي وأقول تلفونك قال هذا لي تيفيك اسك 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 بختي شيخ السلام عليكم هاد بنكو سلام يا إلهي أنت من فردوسك وراوي اللهم آمين جزاك الله خير وإياكم هذه قصيدة وكلا شيخ وأقوم أغلى شيخ وأقوم أغلى واحد كويدين يا سؤال بندون كويدية ظهر عليا سؤال شنو بحى نقانا استا بحى ترتين أنا أدوش على هاي غير كذا قلنا لما دون يعني مركا ما قربان وندقنا هاي مركا موالد كان تلوه مقلة يا ونقادنا يا مثل يعني أنت ما دام تشعل أنا شكله ونا هاي يا دنيس دنيرانا أنا هاي حارة حا نقرنا سحارانا عندش كديده يو ما من قرصنا يا والد كوا عن جديد مثل هذا والد سوته كوديته مش أي كرتا soo tagu diiday wax leeyahay way ka weyntii wax kala ma soo weynay waa weynuhu bixiyay waxa ku diidan waa waalidka ama waalidka mas waalidka waa waalidka ha wax leeyahay marka gabadha iska da taali kama nihin ka waalidka waxa ku leeyahay islaanta waa ka weyntii ma guha raali kama nihin ha naam en xaqiiqatan en gurku waa joys qofka oo ikhtiyaar u leeyahay weey qof hadu wax jeclaado oo wax rabo inuu qof ilaahay qalbigiisa ila fiir jacaylka qofka asaga ma laha ilaahay qabuurta ku abuuro oo ilaahay subhanahu wa ta'ala qalbiga geliya marka en waalidka mu wanaagsan inay arimahaas dhex galaan mu wanaagsan qof laba qofoodo xalaal ah isku raadinaya inay marka laba tala ayaa soo jeedinaya talana waxaan adaan ku siinayaa wiilka en sharci ahaan hada guursatid gabadha wiilka wali uma baahna asaga sharci ahaan hada ratid wiilka wali uma baahno gabadh isleerkiisa dayir ahaan gabadhaas guursan macna gabadha haduu rabo guursan kara asaga wali uma baahna gabadha ayaa wali u baahan kaliya laakiin talada aan waalidka siinayaa waxay tahay war guur xalaal ah dad doonaya hor istaageena qofkan asay dhibaysaa islaanta ka weyn asay dhibaysaa idinka nimo dhimayso asagay ay dhibaysaa waana ku leeyahay inaa waanisaan adiga taladan ku seena waxay tahay waalidka oo anadooda qaado haddii nin dhalinyaro tahay oo dadka haddii dhalinyarada saa sheegta tahay waxa ku wanaagsan waalidka taladoodu mar kasta kuma qasaaraysidi qaado haday dantaada ay ka fikirayaan haday laakiin qabiil iyo wax kale ay wataan markaas guursan ku dhihilaaba laakiin haday tahay inay adiga noloshaada ka baqayaan ama ay ka dhaadhicin karaan inay reasonki wax ku rabaan ay jiraan inaad waalidkaaga dacdidu waa wanaagsan tahay haddaad waalidkaaga su-aasha aan kuusoo qatimaya iisu haddii aad waalidkaaga wax kasta ku adeeci jirta marka oo aad baar u ahayd wax kasta aad baar u ahaydna tanna baar ugu noqo shiikho su-aal kale ma ku weydiin karaa ha مرمول بعد كتير دوس راجع تكذا ينو درين كارو سكك الله نعم نعكر هلو عوذ بالله من الشرار نعكر طفيسا ومركز وكاتك إن شاء الله هلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام شيخ وحارب وحنكار شو هذا يا مجاز مقدشو واقرت أي تيفي هذا جيسن تلفون كهذا أوكي الشيخ وحارو أنا كويدي صدح سؤالات تنكوبات مركو هذا حاوي شيخ ثلاثة محيط عشاء وقضاء الله لقايو من دمية إلا إيوه هبينك تقضح دي سداء قارس دمالا والله ليه كرا
يقولوا دافن نسك الدنب يقولوا دافن إن شاء الله. سؤالك على توحيتها هاي أنت ما كلر مال أوكي ترى سدحنا وحيت عشيقه وحنا قف حاسة مركه هورنا ليجي ما سوون قلل مركه أنا نفسي ما كون قلل كراه ما مرة دات حاسة نقطة قف قان قارنا قتي إن شاء الله وحون قلل مو بهني مية لكن والدك لو ما هسته ما عندك ما يلو ما هسته واجب ما هسته وصلنا مؤكد إن شاء الله. نعم لين عكلي ألو ألو ها ألو ألو ها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ وين سؤال دينك ويديره أي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تلفونك يقرأ سعر تي في قد يسن. ها شيخ أنا سؤالك ويدي يا رواه مرتك أي قفك سواء سنة ديس نكي حاجي تلفونك قد يسن نساء تي في قد يسن نساء مركو واقو يا تلفونك لين عكل هلو هلو ما شغلت لي ها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ وصلي وقور كان يكون نقول سهرة لدامة عيقا وحربة سؤالا قبعا سؤالا كويدينا هيه ويد وحربة سؤالا قبعا وحيتها هي قفك مركي و شن يتوان سنة عنوغ هديو وقارو او نولي وسنغا وحادي اما قبر اها هاتو قلتا عادة ايسان خودعين مقان جار بان نقونيسا او مساس دنبي جيدا ما اوقر مايا مسا عادة دا مركا كل عدد كدي بوقف قان جارا يا ماي لابد والو قان جارا قبلها بلوغ ودا علامة بلوغ او يخو قان جارا قبلها لابع علامة وي هدو دي كل عو انتا شان اي تومسان الى جارين وقان جارتي شان اي تومسان مسوق يس مركاس مر هدى شان اي تومسان جارتا دو دي كل عين وقان جارتي وقان جارك واشان اي تومسان وقبل لابن يا سوما ها عوام هاسنتا لو رج يدمرنا واسدو كلا سما لكن رج اين وحكو حرين ترى قد دي شهوة كينان انت عشان يتمل قار وقان قارين هدي لكن اك ايمان الا عشان يتمل السوء عشان يتمل دي قار وقان قارين نيجا لكن دمر كشان يتمل بهدي قار وديار يقان قاركون وديار وها هدي لكن كهر ايدو قارين شان يتمل او دي كودو عن وقان قارت لابداس علامة الوقان قارا ها وانقو فهمي داء دا شردي سومها شان يتوانكا هدي داء تاه شان يتوانكا لكن علامتها هاي وكسور مري كرتا لكن شان يتوانا داء دو قوة أو الوقان كارا لابد اللي نعبوه لي قبل ها جساك الله جساك طبعا عند الجمهور كشافعي دان كهالله يا مركان كهالله خول قلاف سن وجرا لنعك الهلو هلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أحيانا بناك سؤال قفك عند الدي أني ودر عن الحرنين يا ويستقوى أني ودر حرنين أنا ويستق أنا ويستقوى لكن أنا در حرنين دي أنا عورض كتابته ما طلعت من جوي سا هذا ويستقبته آه ها واجب يسا عورض أتابد واجب يسا هنا مركز سوي سوى مركز سوي سنسا آه أنت كنت أبتد على عشر ولا على عشر جد كان كلامه على عشر أنت كتاب قعدت كلا دم خطأت على عشق تاونني هذا لكن جير كان كلا كنت أود مجبي سمايا ها عشق أنا كودينا هوايا دكان غروسري أيان كلا مرتجار نوان كلا مرتج قف ملقا حجزين كرا نعم ملقا حجزين كرا ها ما دام حلال طبعا حرام نمدي سؤال تقول لفسني هاي سجارك إنه كراهية هاي وحرام لذاتي ما حيا حرام لغيره هو حرام لغيري معناه ضر تراد لو حرنتمي دب وكينا لو حرنتمي وقولت سيجارك سمي وكو قران عاف ما تكو دمايا مركا واك حجي كرتا ان شاء الله قال لك حجي كرا سوما نعم سؤال اكو بدي رالي هاو لك سؤال شكل اكو دمي سمي ربينا كو يديو هاو هاي في اكتامبل مغرب ان كو جري صلاه المغرب تاع مركا اما
أفر رقع سلاد ما قصر كعمل هالعادي أو التحيات أو ودم بيسيك وحكتي أو هنا استاجي هنا التحيات أنا اتحسنا أخي أنا حسست هنا أنا اتحسنا لكن هنا استاجي هنا مركز التحيات مسيرة ما يصنعها ما هو استاجي سا مركز هذا صح حسست هذا التحيات فري استاج استاج هدوك بعد سوجي سهل قدر إن شاء الله أو سجاز جاول القدر أمانه نعم من عكر له السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ نين قالوا مسكين صدقهم قب حدا. واسين كرتها صدقها وبحين كرتها دي ومسكين هاي وحبها هيسين واسين كرتها صدقه. لكن مؤمنين تقولك آه. الناس يصير لك أسوأ كوكو واسين كرتها. زكذا كلية لوديدي. زكذا لوديدي لك. زكذا لوديدي ملصينا يا صيغ لكن زك صدق عادي ولا صينا. صدق هان واسين كرا. صدق هان. ويلي صدقها وصي كرتها اي نعم مين عكله السلام عليك شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله سؤال وتشيخ اي اهان هوي او قربا جوكتان اها مركيرو عالكي ها اهان بوري اي قضي مين مقصة شيخ هاكو مغلا ويرو لاكي على حق بستر قريو إيه قدي قريو وحان ده هاي قصي نولو أني ماشانا جوغا بري عدي مقعا ما قررت قريو قريو ها كل مقعا على قوقرا دي هيري قفا اسكو دونه وقفي عنو عن التور هينو عن حو أخاب اسكو دونه وانا إلا باش مقر هاي مرك قريو وحان ده عدي هاي وحان ها قربي اسكو جوكتو مرك وذات تيجي يا عروس أنا أنزل زائر بروسس اللي بضمة عصر كمال كمدة هان كأنه مركب بروسس كأو أكتره وضم كلايت أو شو جورة مركب كذا عن أبوه العروس في قضية في سود ما قرد واقرد مركب واحد قارش وضم مركب اللي شو جورة يقف شو أخذنا كأزوج أجيب جورة كرا الله يروح لقارة ومركب وش هي شو حميل وحار ولا على وش على وش وأنا عذبي ما أنت روح حار بعينا وش قدنا لكن حاجة يجي جوعان أي. إيه هاي ترى جوري جالس أنا لقطة كاسار من هيل. مثلاً. ما كتري. خام من هيل جون ترى ترى. هاي أجوكتا أركي هاي وبندق هاي هاي ترى كدا جوري. أنا ما فهمت. ترى ورنا مقلا يعني شهر. والله إن هذا دت وني واحد عن رمان. ما كان سؤال شكله ودي تروح ودينه تذكر إنك نين حوله لهين أو هذه العجا ودي بتنو ولا ولاش أسكله هذا سؤال شيء وح كتجينا موح إلا وسنين وهذا نقابل ولاش أنت ليه لأن أنا وروحان لهين حوله ده مرة يعني هاي صورنا بين أنت كل ليه لدويلك ايه ترى هذا أنا أسكله ومشكلة وهاي مركا وحكو بنان محكمة أنا كده ما دام مقع أقول لكم قرية هاي مقع عاجا كده عبو محكمة هذا وهاي ليس لك إن شاء الله لنعكله ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ شركة دكان شركة اللي قوية هاي معني وقف كل شقين الدين هدوقات مركع الحساب تم يدين تشرق الدين تعمل السكينة أمسة قفك الشقين هاي لفتيس أو شركتك الشقين الدين قاتل ما شركة دو كم دي هاي معني وحباء وقود شيرا وضد بحث كودر سنين لكن لسا شقية أصلا شقي مشارك وقادنا يمرك العقل وسياق أو شركة وأنا وقاتل دتك نو وك وك وأشي صنع دتك الشركة ها معنيه شركة الدين وكقاتي دين تو سكوك قري مرك أمرك السكة اللي بيحين الدين تسمى الاستكينة يوم الدين تسحب الاستكينة ما الدين تسوى إنك هدو حايل وحايل لقى الاستكينة شركة العقد هذا ولا قصو صار الدين دين العقد قار إن قاتي هذا ولا قصو بحشي ما دام لا قصو بحشي أصلا قاتي هذه السنة قصو ريج وهايو زكوا بيحينا يا هدي أسق أو استعمال أنت سنة اللي قارنة زك الله جمر رب هدي دتك لك الدين سيدنا دينكم ما قنطع سؤال شيء تاي نين دين لقوليها عام أهانا دور جد نين دين لقوليها هاي زك ما بحنا دين تيجي كحرنت هاي هدي دين وهلا يتهاي ااا ما نين العكتي الدين كجمر قنال نين العكتي الدين كجمر قنطع
زك ما بحنا يا ها وبحنا يا هدو هو إنه سكذا كهلاي قفكو سي هدو هو إنه كهلاي وكسب بحنا يا هدو لكن إنه كهلين أوجي هاي دبو ليه عتاس كل يتمر كل لصو سي دين شركة قصون أخذ يسكب بحنا يسا أي إن شاء الله شيخ مازنت نعم لين عكلي ألو شيخ أنا جي أقصون أخذ ها سؤال شهر ديرين دد بنا صفكو جرى صوق كوب إن شاء الله أنا سؤال جواب كوب أنا كسي هاي شيخ جزاك الله خير وحنك بهاي إيه بلعبت نبدو إيري العكس يلعبوا إشتية إنت أنا وفوع أسيوري إنت أنا إذن هذا مركز اللي تتجي سعني كدب وحي أو أصدق واسية إن يرى أقود الناد وحو يري وحي وفوع أسية هدنا وحو يري وحي وكاربا وحيري مركز شاكدنا شاكد إيرا صوكو وإشتري مركز أجر الله كاسية أنت سواء مركز مدعوون كراتي هذا كالسلاة دمتا أنت كده جودا وقو إنكارا واحد دمي ما يقصو جارا ما هو إنكارا ولا لك العقها هو إنكارا حقيقة مفعنا ننك ولا لا العقنا هو إنكارا أجرا كهيليسا أصدق هذا واحد إشاكت هذا أرن عصبا كسو كورنسي سيدا إيمو غطو وحاد تيري قروي وكو ديد لك وحكو يروهوش عروتا هذا وحكو كيستين عق أنا كسينا العق جو كسي وهوش كو قبسو كو يردين هانو كسي هادن وحكو يروه كو عفي هادن وان نقصي وحو يركو معافنين وأنا كهسا أسكال حقي وحقيس وأدي كره قفكو معفينا الدور هو كان غن كريا إن مو ناقص نقفكو ما تجيس عمل وقفكو وحب بحية إنه صون نقصده سيدنا النبي نوشى عليه السلام لكن حقي الشرعي هان وكان غن كريا وح قاض قضاء هان أم قال هان وكان غن كره مركم حاوها باريسا بحاس شيء قال كل جرقة قاتين كل جرقة قاتين أبو شيء قال جرقة أذيعه حوارنا دعوة ورقد ما قاعد قصهم قرنا جرقة ها دعوة محكمة ده جاي ور لتك وهي ليسا ان شاء الله ينعك الهلو هلو السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته في الشيخ اه وعن كويدينا قف او صون لو سنه صلو لهاي او صون كل كدل ما ها محليك وحق الله سلام سنه محيس كو غارت مركور يا سلامت لو سنه لو يش معهد معنا مثلا من عذر دار ما جري بس هو كسر كسران عاجز نمو زوموه ما هي كسعة من مرة أمولا قصوة آده مرنا واسك حنون صناعي بلح كدبا هوا بسوما صونكو على غربا كفارنا على غربا دي صونكا كالو كسو غاري دو قدو كرتا و صونكا كالو كوي ماذا كفار دي صونكا هرو على غربا قلل داسنو على غربا لبدا سنو اسو قلين اساسو اللحظة المالموت لحظة كاس مالموت على غربا نعم وافق اسواق قوي نعم كلي الو الو ها تي في قابي سلام تي في عد عضبه مغليه تي في قابي يا ليلى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته عاد مو ده تلف تي في داونها قولاس ينعك الهلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ سؤال عن قبا وحنا إنين حاس لين مركع حاس كمتو كتو دور جيرنا وان 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 لها اللي وانو شاقي دور جير بانو نستيحي مركع وي حوقا مركي قلودو مركع بويسك دينيسا مركع محان سمين كراشي كوت كوت وعدي يواند يو كوت هكداري إن شاء الله لكن هدي أي مرر بدن هذا وان مدنير باو تشوني مركا مرر بدن بان ماركتي أنا هذا لبس دام موت قفوين وان كنين مركا هذا وحقه ولا ذا أنا لبست مركا لكن قوان كسر كويل أنا ينام سفر كويل ما دوني ذا قوان كذا أسكال معنا قف كسر كلينا لسه نورا تيو كلا هذا قوان كسر أسكال واحد لبست قف كدو لبس دام صلاة أقول واحد حلو لبس صلاة أوقف يعني لكن قوانك إنك كدالين وأنا واحد تلاتهم قصي حوي ونساء ومركز أساس قوة ده هداك جرويس مركز قوانك هذا أسكاله عد كلو لو يدينا ماله ما سنتش نعم دين عك الله هلو ها ولاد ها قط قهنة يا واكم غلا هاك قوقف كاس دين عكله شيخنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شيخنا محمد عبد الله اللي ده هان جوا جرمال كان كسو هلايا كتاب جامع مركي خف حل لو داري وكتاب جامع وقعنت أسر وأجرة وحيقول والله أه وحيقول بالله أه وحيقول طلاه أه إن عندلك يدك دينك عن دفاع مركو كدارته أون وحي سميوا يدك لو وجاجوس أم وح ونقيه ما حد دم بيجي سو قاري كرم شيخنا دم بقولنا كسو قاري بل وح وح وريرنا دارت ساسوي دارت خطرت ليه دتك واسك سهل سدان ما قع إلهي إن كل دارتي أتري هذا مودنا دفاع وهذا أتمش قبيل كين ستي oo aadnin qabyaalad umadi wixii ka dhaxay in arrintii inay qolo kali inay qaadato ama kooxdaada ama xisbigaaga ama arrintii xilliban atoo aad wixii aad ku dhaartay aad ka bixinin waa waxa hadda haysto in sheekh aad ka hor nin buu u yimid aliir wuxuu ku yiri sheekh oo ninka dhaarta haysto maxaa lagu gartaas dhaarta inay ku qabato maxaa lagu garta sheekh markuu su'aash intuu ka fikiray ninka was cili waayo garabku ka dharbaax sheekh markaas wuxuu ku yiri wari sheekh ma xitaa hadday ku haysay dhaarta adig hore u soo dhaartay hadduu kuwan waa aragna xilibanada iyo kuwan madaxta raadinay dhanba dhaarta haysa waxay la wareerayaan maanta la fadhi laayeen dhaartii hore u soo dhaarteen haayso marka qatarteed leedahay marka eegana waa halaagsamay anagana waan halaagaya dibkeeda leedahay war dhaarta ku degdegina oo la luusha ku qaadanina oo waxa qaabateen ilaahay bil hurtagaysan imisu madaxa dhimatay imisu xilibana dhintay anaga waan ugu markaati fureen aan anay gaarsiin kaliya itaqullah ilaahay ka cabsada halka lama la akhi insha Allah barakallahu fiik نعم هلا ها ولد ها سؤال انا كويدير ولد ها ويد حاسة عليك وحاسة عليك الصلاة الصبح ما دوكوها يا مكي واسكو دي بقبنا وما يكسو غير يعني معنا نعم واسواش عقصي هذا وهذا ننو حانا صوحي او كشيغانا اسلانتي زو توكنين ادن هدو وحاك شيغانا او دقاقو توكنين واني كود ذلك اه ما صدق كان ودوكا وقتي كان ودوكا لكن ما دوكا هاي ثلاث صبح ما كعاد تصل قدوه وساحه كود ذلك اديغا ان مركا لعك رفتي سا او قادت وا تقانا وذاتك سدو كلا سدو اسلانتيز مركو واخ كرب او قاتو يقانا صلاه كود ذلك نا كودس هداد اد كرويسد غوان كدا اسكل مركا جير عيد كوم دهس لجو كوم دهس اديغا غوان قادا هدي ان لجو اكتكتد كو قادت غوان كسد اسكل لكن كود ذال إن هاد مركب صلاة داس وقدوعي كيعي هكا هارين عبا ناقا مشكلة دينا هاي سوعيتاي لين لابد هكا يدو مركبة إسلام توحو اللي يا ورتوكو توكو هاي ودها هادنا بريو قسلا هادنا هشي سيهين هادنا صلاة دو يكتاقيسا هادنا حو اللي ناهم صلاة ما توكن ميا ماشو قصو بلابا أما مركي ليس قبصدو أهرين ليس قبصدو أي أساق وحكو قبصدو ده هادب صلاة ما توكتي تيو رسولنا لينا إسلام تسيدو كلا إذن يضيع ذمكم مرصوف كسينا يو المها سكول كوجينا سلا دي سي من كهلا وحبا إسكو خلاف مين شيخ وذاتكم أنتوا كذا كل هذا مركا وقتروا مسألة ذا وقويسك مسألة قتروي جوانك جوقفك الصقين وقاتل الربا وح إلهي وده واتدا كرجيس وهليسة ومن يتق الله يجعل له مخرج إلهي نك وده وكبقه هذا إلهي وبريد ونك أجعل شهي وأعترت إنه قو صلاة إلى كسوها نوني إن عذابك بدنيسة وأدى ذلك إن أوددوا مالك صلاة حسوسيني سؤالي أكعني سو نبي عليه السلام أودعي رحم الله أودعي لن ذاتك إسقاب النبي عليه السلام سو أودعي غفو أودعي ماله وعلى إلهي أونا حريسنين صلاة الليل كعي ما فرضي وحاسكي سكعيي ولو دعي نبي أودعي رحم الله إلهي إلهي أونا حريسن عكس هذا وحور قبر صلاة الليل كعضي وننك هذا كعيسا إذن النبي أودعي ولكا ساس إلهي نغط لك هذا أرنت قرى قرى كتاك إيه نغطو هذا إبل وحكى لبوا لسكفور لهاي إن صلاة لسكو فرفي عن أو إلهي لسكو درتي سلو كرتاقو وحكف عن ملا وحكى لو معناه بدتك والتقاي لكن قو أنك أسقفك أسكاله قف شريعك وليه سمالة هارد فرق شريعك وليه كار الملا قو أنك أسد أسكاله قدك تليفونك هلو هلو ها شخصولي واحد كودينيه ها جنابة السدال لوغا ميدا janaabada qubaysa lagu meertaa qubayska laakin waa ka duwan yahay kan caadiga maxay yeelay asaga wuxuu leeyahay waa shardi ah jirkaaga dhan waa in oo biyaha ay gaaraan waxa laga yaabaa qubayska kale meelaha qarkaad jirka ina ka tagtay kan waa in gacmarta balse aad deligta asaas u marmarisa ayaa idan shuruudda kamida kadibna aan najaasadina iska suurisa oo farjiga markii hore aad dhaqda kadibna aad qubays oo aad biyaha jirkaaga timahaaga meel kasta dhagahaaga aad gelinaysid jirkaagu dhan inay biyaha gaartaan ujiyaha faraha iyo kuwa lugaha isgilgelinaysid
انت هدي تاسع واجبك هذا عيا إن شاء الله واجباتك إذا انت سوي سنن إلى ذا سنن كذا كتكتب ملها أجر لك هري سلك واجباتك كود ذل جرك هذا الدليجن أما عاد مرنين بيو مال يرها ديك بنان تها وجرك هذا بيها إيجارين وحين قنا يسأنا ولا قصري قبت جناب ذا يكو جرت ولي نعم لنأكل هلا 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 السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ الله ينفرحنا شيخ وحرب سؤالنا في البيت غفق لما شيخ وأجد هذا وغفق الله عنده يا هذا تيفيق أجد يعني مقل كاقة مقلوها هذا إلى هذا التيفيق اسكداف صح شيخ وسؤال في البيت وسؤال شيخ أبو عيطة عندها علينا مصابني يا ما فاهمين واحد الله ما يا محلي ذين بير أسنتة ها بير أسنتة واقرت بير تمرت عبين وحود انت يصد سنة كهر بير تبي حلوة يصد سنة كهر ودي تعبين وهذا حلوة واقرت دتك بدي كل جيران واقرت أنا جو دلك جومي دتكل دكلو أساقاتي دت بعنا أبا باهن markii marka culaysay saareena waxa leeyeen markii la isku imaado allahna gaarsiyo waxa diyaaran hala kaniga goorkii loo soo maad ilaahna gaarsiyo adiga dad danaysanayo waxa way danood markay soo gaaraan raba inay u maadaan lama sugay dadkaas dambi mu ku socdaa ah ku socdaa ha ayna soo noqona maadaama dadkii aan heshiis lagu ahayn oo dad badan ay taxayeen oo aan la ogoleen in la isku waxo qof walba xaqeed la siiyo anigana waxa ah shaqti kamid ah mar walba waxa kala hadla in xaqaas lagu kala baxo oo ku waaniya waana igu soo horjeestaa waa adaa ku saxan waan intin baabayaan dadka raba dhalka dib u dhigaan dhalka waa qatar ikhwani ilaahay subxaanahu ta'ala qaybiyay oo anigana waa ku waaniya magacayga axmed maxamed ibriyaal dhaha sheekho waa ku waaniya dhowr jeer hata ugu xireen xabsi ugu gudiyeen marka aakharadooda dambi ku socdaa mise waa ku socdaa nacam معنا حق ددو حبسين حق ددو حبسين قفك حق ددو إلى ذلك إلهي هذه صلاة كست تكون أيان هذه صدقة كست لبحان حق أس إلا يكب حيان إلهي سبحانه وتعالى خيامه والله هستا ياس أبلن قاضي مركي السوق ده أيان مركي وحير السوق أخي إن مركي ده أيان لسو يا أبلن قاضي إيني جيريون كران ما أكسوني عاوي نكب حكرت والحق ما دام حقوق بدنا كجر تبرتاس ninkasto dib u dhigo oo yiraahdo aniga aan maqa diyaar mihi hadhow gadaala laga qaybi doona ninki yiraahdo ugu xaq dad oo xayiray xaqaas oo xayiray ilaahay qiyaamaha waa haasta meel ugu fakanay malaha wal xuquuqda gudow nabiga kaleey salaatu salaam xadiis uu nagu sheego wuxuu ku leeyahay war midkiin hadda xaq dad uu haska bixiyo inta amaanta yoomul qiyaama maana ayoomul laa faamaan wala bununa imaanaysa marka qatar ay ku jiraan dadka xaq dib u dhigaayo laba xaaligay ka suurooda inay yiraahaan waa qaybinayna beerta laga hal majaal gadin aan beerta hala qiimeeyo meeqa la yir boqol kun la yir boqol kun hala qaybi aad meeqa ku soo aad 32 markaas nin kasta marka anaa ka gadanaa yiraahdo asaga hala wareega dadka lacagtooda hasiib markaas waligiis hasugo ilmiisa u dhaxlaay laakin beer dhaxle oo milkiiga xaq oo asaga u lahayn oo xaqaas mushtarak u yahay ummadna arur oo aabaha ka tagay mushtarak ay ku yihiin in asaga loo xabiso hadhow qaaloobaysa iyo lacag fiican aan ku helaynaa iyo ilaahay waa u haasta qofkaas ogaado dad badan asaas u xayiro dhalka hadhow way dhintaan ilmahooda isqabsada dimbiga maxaa isku gelinaysa xoolaha lahayn way ilaahay sahal kugu soo geliyay dhalay kugu soo gashay ninkasta xaqiisa si ha xayirin haddii lacag leedahay gada adiga aniga uu soo wareejiyay dadka fasax xuquuq ilaahay subxaanahu ta'ala ma cafiyo haddii tan ka hadlayna way ninkaas dhalka celinayo waxaa laga yaabaa biri inuu salaadiisa uu fiican tahay soonkiisa xaqdaduna uu ku fadhiya culayn beerta lama dhaxlaayo maxaa dhacay aabahay taariikhdiisa way أي تاريخ إلى قيبي ده حلك عنده قف قدينته إنه ده حلك لقيبيه ما أدري تاريخ ده شيء جزء محتاج مقع هذا مقع رتيد قد أدري مقع أذوقة كهاي مقع وهاي وحافظ مالك أذوقة لكن هو قصب من تذكر إنه يقولوا على جذن أما على قيبين هو قصب نسأل الله سلامة العافية لنعكل هلو هلو ها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شو أقول حرب سؤال من قباوة إن صلاة الليل كا صلاة الليل كا ولا قلين كرا قفك عادي وهنجرت تكون جري
habeenkaas haday hurdo la tagto maalan hadduu 13 ragcad ugu jiray maalintii wuxuu tukanayaa 14 ragcad laba macnaa witirka maalin lama tukado asaga laakin naam halo qofka soo halo waa ka go'an filaa qofkaas asagana ninaa kale halo halo ha salaam alaykum sheikh usman wa alaykum salaam wa rahmatullahi sheikh umar hay ma madamadi may wasu ya wali ya may wasu la miya ha a su'ala qawaniga haye ma soo jale manta mubela kharki gawr oo somali jogo oo halima la dhahay ha dhahay waxa waye aadan iyo hawa goona goona la umi waas ma jiro nin rag iyo dumar iskale waaye ulum qadad ma sheegi ma hawe waa inta kay maadi may waa kan qatay ma dhageysatay waa kan qatay ma dhageysatay hadii kan qadu ma aftara may waa tara qofka qofdu qofka dhaco ilaahay subhanahu ta'ala in loo laabto wax fiican waa dhihin mucutara sheekh umar waa kan qatay ilaahay ka aqbal insha allah wulaalik anaga halkan waxaan nooga banaan kale inaad dhahno in quraan qofka diinta aqaani waxa waraan diinta inay warsato marti ma dhahayno magaaleeyneen ama sawto bakeen oo nasiixa yar u baahneed in si gaar loogu nasiixeyo oo liiraho in arin aad taqaanin qofka wuxuu ka hadlay fiiri markuu nin dhaqtar ah oo isbitaalku takhasusay ama caafimaadka bartay ama nin injineera guri hadhiso haddii nin yiraahdo guriga intuusan ku qalluucan yahay dadka dhan waxana qayaan haddii nin yiraahdo daawadaas qaad warad dhaqtar ma taa daawo maxay u qortaa laha cilmiga sharciyan saasuu dadka bartay culimada bartay fasalu ahla dhikri in kuntum la taalamun qofku inuu wax weydiyo qasamaan qofku inuu wax yaqaano waa ka jahilan kanan kara marka inuu waxyaabaha sawaabita ah ama ay muslimiinta isku waafaqsan wixii la isku khilaafi kara gaar weeyo haddii iyada cilmi u leedahay marka in mas'alada khilaaf leedahay dhinac kale waa ayda markaas ka doodobo oo masail waxa jira laga doodi karo qofku markuu cilmi leeyahay wuxuu dhigi karaa aniga meeshaas ka keensad laakiin maqaamka iyo maqaalka marka fiirisid qofka iyada sa sheegta marka dambaba qofkaas wixii jahil ka ahayd qofka jahil wuxuu ku yahay inaa qasatan dumarka Soomaalida waxaan leeyahay war diintiina waa na karamaysay diintiina anaga istus iyo qof kale abaal kaga marabtaan godkaas aad birigalaysaan oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u dhawaanaysaan diintiina barta yaani laga xigsanayn diinta oo dad kale yeeni wax nii sheegin idinka barta diinta een asxaabta saxaabiyadka ayuu waaweyn diinta barteen marka jaana si diinta ama inaad aad tutoriyasan qatidu ama aad cilmiga maadiga ku soo takhasustay oo hadhow hadaartay arrimaha diinta inaad gashad dib way sida aniga u gali karin arin dhaqtar iyo injineer aan u gali karin waxa la doonayaa qofka cala alqal akhlaaqiyan inuu wuxuu aqaanin inuu ka hadlo mas'alada kale oo muhiimsan waxay tahay waxaad moodaa dumarkeen reer galbeedka hoos ka riixayo oo maanta dhan waxay dhahayaan xuquuqaniga maqan nacam way jiraa soomaalida inay rag dumarka ay qaarkood ay dumiyaan laakiin diinta ma dulminin soomaalida dulmisay wixii diin ahna diyaara loo yahay in loo sharxo ay xaqooda loo sheego oo la siiyo cidna ay ka dhixi karin laakiin ayagana waxaa laga rabaa ta'adubka iyo xushmada iyo waana leeyihiin gabdhaheena soomaaliyeed kulligoodba ma ku tuhmayna inay talaabo dheereeyaan waa laga yaabaa dadkan dibadda ka yimid oo qurbaha kusoo barbaaray oo arkay waxbaa ka jira qofkaas maxaa leeyahay culimada si ayar ugu naseexeeya xalaqooyin hala furo gabdhaha baarlamaanka laftigooda waa loo furaa xalaqa in loo furaa oo loo sheegaa wax loo sharxaa ee culimada ay isku taxluujisaa maxaa yeelay culimada hadday iyagana buurkaas ay koraan oo qof qaldan la isugaan qof qalq u dhacay sidii malaay kalluunka oo siriqda loo dhigay ninku soo dhacaya la fiirinaya masalada maaha dadkan waana la weydinayaa wax mala baray mala yeel aana la weydinayaa marka ayaga naftooda in siminaar loo furo oo diinta loo sheego oo markay gaalada siminaaradooda kasoo baxaan ay wixii gaalada kusoo buufi karaan kusoo buufiyaan anaga inaa dhahno gaalku wuxuu kugu soo buufi kaasna waa sax kana waa qalad maxay gaalku naftiisa wax sax u sheegi karaa ma aha in wax ka soo qeyna in la diido in la dhaho waxaasna waa qalad waxaana waa sax hadha huwa asl doorkeena marka inay ahaano dad le qalad raadinaya culimo oo markay qalada sheego aanan xuraas diinta aanahan diinta inta xaarisana qan waxay rabtaa inaad daaci noqoto dadka gaarsiisa maxay qofka maalka inaa la yeelatida ilaalin kartaa soo ma ninka xaariska ah oo wax ilaalinaya maal maqaasiin eber ma ilaalin kartaa adi maya laakiin maqaasiinka markuu maalka ugu jiro waxa leedahay xaaris ah aniga waa ilaalaha cid kusoo gudubta laakiin markuu faadi uu ku yahay maqaasiinka cid kas wax ku shubanayso aadna meel taaganta anaa xaaris ah ilaalina haddaad tiraahid dhibkeeda leedahay nasalaas marka qaladaada iska jira waa la dadaalay alxamdulilah waxaana ku fiican yihiin waxa uu muhiimsan maanta aad lagu fara waxay tahay qofka qaldamo inuu qaladkiisa kasoo naqanayo waxa waa qof suldo lagu leeyay malaha ilaahay qofka toobada ku leh laa culamaa ku lehen walaa aan hebela ku lehen inuu laakiin markii wax loo sheegay inuu garto waa wax weyn wax weyn waa marka inaan laga dhigin
dad diinta dad ilaalinaya iyo dad laga ilaalinaya ma nihin. Soomaalida boqol muslim waay, diintan waa isla ilaalsanaynaa. Taas waa asalka. Ilaahay xaqana tus dhammaanteen. Qadka telefoonka dhinaca kale. Halow, jazaakala sheekh, baraka allah fiik shomar. Halow, ha salaamu calaykum. Calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Sheekh oo su-aalan qabaa. Haye, qof libatal dhintay ama waalidkay ahaadan qof kalta ha aadees qulwale saddex xabo saddex qulwallaa ma u akrin karaa? Saddex suura oo qulwallaa waa u akri kartaa? Ha, waa jira qol masalada khilaaf ay leedahay. Aniga waxaan rajixiya qolka dhahaya waa akri kartaa. Xadiisna waa jiraa dhahay toban qulwalle, xataa tumin kow waa witirka, laakiin toban qulwalle xadiis waa jiraa oo sanadkiisa wax laga sheegay, laakiin macnihiisa sax yahay. Marka asalkana qofka quraan inuu gaarayo waan sheegnay culimmada qaar iskuolaasan, waan gaaraya insha allah. Maxaa yeelay xadiiskii oo labada qof oo qabriga lagu cadaabay nabigu calayhi salaatu wasalaam ayaa lasoo delisadaa uu yidhi innahuma law yucadabaani wamaa yucadabaan bikabiira, markuu yidhi marka dambe nabigu calayhi salaam warqadoo soo qaaday caleen qoyan uu ka saaray, wuxuu yidhi intay maxay caleemaha waa tasbiixsadaan. Marka saas uu leeyay sheekh islaam ibnu taymiya raxmatullahi calayh, wuxuu leeyahay geed jamaad ah tasbiixiisii haddii qof god ku jiro lagu qof bini aadan ilaahay karaamay qur-aanku akriya fama baala inuu gaarayo. Marka ani qolkaasaan rajixiya, laakiin masaladu waa iska masala khilaafi insha allah. Nacam, dhinaca kale low waxaan filayaa qadkaas isaga waa go-aan filayaa. Dhinaca kalean fiirinayna haddana. Halow, halow, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Sheekh Usuli waa ku salaama dhammaan University TV. Baraka allahu fiik. Sheekh, waxaan rabaa salaada faradka ee dhexdooda sujuudda markaan ku jiro salaa af soomaali ma ku duceysan karaa? Niyadina ka akhri sida ku wanaagsan. Waa masaladaas nafteeda masala khilaafi weye, laakiin waxaa wanaagsan qofku inuu niyadda ka akhriyo. Af soomaaliga adoo niyadda ka akhrina waa ka hadli kartaa, niyadda waa ka hadli kartaa, ma waa carta ku weydi kartaa? Nacam, saas yeel insha allah. Dhinaca kale waxaan filaya qofkaas waa ka go isagana. Dhinaca kale aadeyna haddana mar kale. Halow, asalaamu calaykum sheekh. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Sheekh, su-aal yaraa rabay inaan ku weydiiyo iskaraalaha. Waxaan rabay leey sheekh, meel maxaa ka shaqeeya maqaasiin weyn ah oo alaabe ah, marka ilaamkiis badanaa waxaa yaraa tarqiil iga gasho salaatul marqib, marna waa baxa waxaa dhaa masquulna aada waa ka gaaraa, marna ilaamkiis kama gaaray gadaala ka dukadaa. Marka maxaa tiri marna gadaala ka tukadaa? Ha, oo sababto isla markaas kama gaarayo anoo shaqeynaya soo gashaa. Maxay tahay salaadaas? Waa salaatul marqib bes. Salaatul marqib waxay jirtaa ilaa salaata cishaa laga adimaya, waa jirtaa la socod. Waa ogahay, laakiin ilaamkiis shanta waxaa leeyahay maxayadaraf. Tayib, macnaha cisho intuu soo gaarnaa tukataa maqrib sooma cala ay taxal intuu gana cisho? Ha, ha, waa fiican tahay, waa tuki kartaa insha allah. Dhinaca kale halow, qofkaas waa ka go-aan filaya isaga. Qofka markuu hadlaya waxaa wanaagsan telefoonka inuu ka dhegeysto oo tv ka fogaado, maxaa markaad telefoonka u dhawaatid ama dhegeysanays tv-ga ma ismaqlayno. Dhinaca telefoonka halow, halow, qofkaas waa aamusan yahay filaya isagana. Dhinaca kale halow, halo, ha, halow, isagana waa ka go-aan malaynaya. Dhinaca kale halow, 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 waa ku maqlaa? Waa ku maqlaa? Qofkaas isagana waa ka go-ay. Dhinaca kale, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Haye, waxaa jirta nin saaxiibkeya maxaa la yihahdaa habeenkii markuu intuu seexan ayuu nijaas yar isku arkay, wuxuu siiray subaxii aad ka daahiri doontaa salaatileyla uu kacay, waa iska tukaday salaa subax uu tukaday, markuu salaa subaxii ka baxay ayuu soo xabsayl uusan nijaas u qabin. Marka salaadan la soo qalaynaa mise waa sidii aad saxu tahay? Salaatuleyl ma soo qalayna ma salaat fajar waa isku wada qabtay tukaday, waa wardigi iska akriyay salaa subax, wadna aaday waa soo tukay sunadiis wuxuusay, markuu dhammaystay kabacdi soo xasuustay inuu maxaa la yihahdaa nijaasa ay jirtay. Macnaha salaa subax waa jirtay markaas oo soo xasuusanay?
marka casirka markii la tukado soo xasuusta duhurka daay inuu dharku ku tukado najaas ahayn ma soo celinaya markaa salaadaas waa u jirtaa insha allah laakiin midda aan talada siinay cabdulla kan xasuu marka salaadii wali taagan oo soo xasuusto najaasadu iska suulinaya wixii ahaydba waa salaadii soo qallayn waa soo celinaya salaad waa taagan tahay wali haddeen waqtigeeda dhamaado salaada kale ay soo gashana waxay ma soo celinayo su-aasha marka allah ka aan rabo dadkana ka waanay waxay tahay war najaasa dib ha u dhigaynana qaasatan dadka salaadaha tukado najaasada saas u camal dhacaysa hadda habeenuu seexanayo bal usoo seexanayo najaasa inuu arkay wuxuu yidhi hadhowa iska dhaqe qalad wey inuu ku seexdo qofku waa muuminka waxaa la rabaa isoo daahir inuu seexdo maxaa yeel shaydaanka asuu jiifka wuxuu gaawo kaga faa'idaysto waxaa ka mid a inaad najaasa ku seexatid waa khatarteeda leedahay saas daraaddeed najaasa waa weli habeen la seexanaysa inaa tiri hadhow beri subxi dhaqa hadhihin markaas dhaq najaasadaasa ku seexan hadday dhar tahayna nicmala saan sheegna wey marka haddii waqtigaas soo xasuustuku marka kalena atukun maxaa yeelay rufcan ummatii alkhata'a wanisyaan wamastakruhu calayhi ilaahi subxana wa tacala waa naga rafacay waxaan ilaawnay ismigeeda iyo dembigeeda insha allah dhinaca kale halow qofkaas waa ka go-aan filaya halow qofkaas waa ka go-ay isagana qofku markuu hadlay halow 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 asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu sheekh mala hadli karaa ha asaa kula hadlay tvga iska daa telefonka igala soco hay waxaan kaa soo waxay aqrinya walaal waa gartay weli tvga dhegeysanaysa akhti waxaan kaa soo waxay aqrini waa gartay waxaan diinaya dowladda soomaaliya waa gartay halow cad mudda gabadhaas codkeeda waa sii gaabtay waa sii go-ay ma aqaan dhinaca kale qofkaas waa ka go-ay isagana halow asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaale waxaa rabo sheekh inaa igubiya su-aala weydiiy asaa kula hadlay akhi telefoonka igala hadla tvga is ka fogow haye haye sheekho waxaa laba su-aaloodaa qabay tan koowaad waxa weeye midda koowaad waxa weeye nin oo aan xoogaa cilmiga saas u aqoonin oo diintana aan saas ugu wanaagsanin haddii uu yacni isag maalin soon ah oo waa beri ah oo xaasiyadiisa macnaha isku tagaa maxaligaas maxaa lagu leeyahay ku afuro kafaaro weyna laga rabaa ninka laba bilood laba bilood isku xigto inuu soomo wey hadduusan aqoon u lahayn uusan xoogaa diintana si fiican u aqoonna soonka ku barana dhib ma leh waa loo sheegaya jahliga fiiri waxyaabaha awaamirta ah qofka jahli laguma cudur daaraayo nawaahidi waa laga yaabaa nawaahidi lagama amarka waa laga yaabaa lakin nawaahidi maya waxa lagaa reebay cudur daar ma laha lakin wixii lagu faray cudur daar waa lagu heli karaa saas daraaddeed waa inuu bixiyaa kafaaradaas waxa weeye haddii uu nin dhalinyaro oo xoog la u yahay ma samayn karaa inuu macnaha lixdan macnaha masaakiina uu qubiyo afuriyo maya marka hore hadduu awoodi waayo soonka le waa taas waa kar su-aasha labaad waxa weeye shiqo waayahan waxaan macnaha social mediaha aan kala socodnay horta ani waxaan ku sugnaa norway waxaa social mediaa kala socnay wadaaddo macnaha ishag magaalada muqdisho quraan saar la yihahdo oo diniyo iyo waxyaaba la hadlayo qofkaas oo idan lah intuu u yimaado la hadlo qofkii indhihii macnaha ay u furmayaan culamo ka waaweynna waa naqaanay oo way joogi jireen arrimahaasma kuma aan arki jirin in ayagoo macnaha awoodula amar samaynaya maxay yihiin marka macnaha culamadaas ma xoogaa macnaha dii cilmigaas ka cusub muxuu yahay wallahi iga inaa weydiisa ma fiicna su-aashaas cilmiga ay soo kordhayeen iga maa weydisid maa raadisid telefonadu cilmi jira oo diin sax horta ma tahay oo nin cilmi leh oo qur-aan in la saaro qur-aan in la saaro waa banaan tahay oo wax hadda diidaya maala qur-aan in la saaro laakiin waxa ay sheegaysid ninka keenaa la warsana jini ninka keenaa bixiye ma maqashay ayga weydi marka taas insha allah dhinaca kale low halow
هلو. السلام عليكم ورحمة الله شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ وخير الله كسيا سؤال بنكو الدين يا. هاي. وحنكو الدين يا كتاب القرآن كقف مرق القرآن كآخرنا يا. وأركت آية بدنو سجودا بقصو أروري. مرك مرك القرآن خرنا يا. سجوده هست مرمر وقت تغایسان کتاب که او هست مرمر آنو میل که هبون فرین سلی کو فری مس سجوده مرمر نمرکان آسیب و سجوده ای و آن سلی آنو کو فریو دیگف هگوگان استران های سجودی وان لدعه مرک ملاسیم با سجود مسلاسیم آهن طيب لازم ماها لكن ان تلان كوسينا يا مركات بس اما ميل اجوكتي اكو سجود كان قورت للرعيه شرط ما مدح دول كنا نكتيد اما على سمايا ادو قران كا اخرناي هذا ميل سجود كو تيماد ان سجودي كنن وقورت رعينه ساكلي وح سجود هاي كد ما دنا ايد هذا روسيا ودنيسا هذا ميل سجود كرا فريد وسجودي لا باس ان شاء الله ها ما شاء الله جزاك الله خير مركا اسك داي ذنب مي يغ نكونيسا ما ان شاء الله جزاك الله بارك الله فيكم لين عكلة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخي ميا ها شيخ وحن كويتي سؤال بان ربعا انا بيقى شاهد سارتي هاي وحن نيدر بان قال نيدر وحن سري وحن ربعا مالين قصينا نشيس اخري قرآن واقرت مركا ان محاكو رضايا مدحا اي حنوني indahay nooyna qosmani ma kamto laba bilo saddex bilood baan waday marka il baasi yara in noqotay intii aan akhrinayay maalma bil walba saddex ka jismaan dhameeyay marka sheekhow maalmaha waan kari waayay marka bal maxaa sameynaya wax kale ma ku bedeli karaya haddii ku qasabay tahay maya maya haddii uu nadir ku ofka galaad uu fulin waayo kafaarta yimiin u baxa dhaarta kafaaradeeda bixi en ama toban masakin waxsi ama saddex birsoon صدح برمان تدوان صوم من يكريا أو نيسو ها نذر كيسو إنا نذر كاو نيسو صدح عشو ما حان كفارة بحين كراو كلانا طبعا مساكين وحي عنان هالمرة وحي كون رقان سي إن شاء الله طبعا مساكين با نيان قودي يا مالين ها شكرا شكرا بارك الله ألو لين عكر ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ وحن سؤال عن قبائل وحن ودين لها مارتي مركب مارت سلطة وكل مركب تكن أيو ها مرمر با سلطة ده حي مرمر با بحاء مارتي و حسابات أكشا حسابات أكشا مشغول يوم هذا مركز من السعودية مركز مرمر وحن فهم وياه دو جمع من الناس كرع عمو يعني وحن لالي وحن تكرين تي مركز جماعة ما كحرنته يا مركز صلاة جماعة تكوني سادة وإمامة بالله جماعة كحرات جماعة ها مركز فإذو إنك جماعة لذي كميتة هاي إمامك كحبارك دب مال إن شاء الله مركز جماعة كنت ذا مركز جماعة كنت ذا إن شاء الله شكرا نعم لنعك للو هلو شيخ ها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ وأطول كاسة وعيا كويش بن كويدين إياه واقرت waxaan rabaa salaatul layl ka inaan tukado ma sha Allah marka salaadi marka rabaa inaan tukado waxaan rabaa salaadi fajrka iyo aroo gogoshii fadhiya salaadi fajrka inaan ku tukado ama 20 minute ka hor ama 30 minute ka hor ka waran wax fiican way waafiyanta waafiyanta ha khayr badan baan kugu duceeyay barak dhamaanteen insha Allah ay assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah inaan kala law please hang up and try again assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh ها شيخ رسول عمر عبد العلي وايك وفر افريكا الله ما شاء الله تفضل اخي ها شيخنا ها ها كوي دينا يا هاي ان وا كوي دينا ان نيو دنيره او الى جوفتو لوكيشن كنت يا سؤال يسوي دي سي وياك نو اي اونلاين كما كو سو غلو marka siyaar siyaar inuu adduun ku siyaar kuma gadaan siyaar rabaa inay bilaaban wa in siyaar kuwan shaqnay wa wa leysa haram li ayntiis haram ma laka haram li dhati ma la geyri wa marka wa makruuh haday rabaa xukunkiisa ogaadaan siyaar in laga ganacsado wa makruuh wa karaahi wa taas garsi insha Allah qofkaas wa ka go'amiyaa asal dhinaca kale
الو الو قال خلاص واش كيسنيس ايغ مين عقل الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ سولي ولاكي وك سلامي. بارك الله فيك اخي. وحان ربينا كويدي شيخنا ان علوك ير عن دلي او شاني تبنجر الى اللي تبنجر ها ايا شاكا وحوك بلاوي او حليق فسح يدا سوبر باركيت يدا واقرت مركا وحانك كيري واي انو اسكتاف سوالتو سوبر ماركت يقامريك ايماش او كاسد العقد اسكو ميل واي واقرت مركا وحوك لي هاي انيقا مكالساري كرو شاكا دان واحبا واقرت سوبر ماركت قوي هاي تيلك تيلك موفر ياه وحيابا او العقد ها كاسد ما خلقوا فديا مقاسد تو فري قمر وقاضي قمر دو قاضي ودين بما ونكسن كاسد كبدلو سوبر ماركت كشقيري لكن ميلك لو قيبك لا ادي وحي ميس كل سو سهر عن قضا ماي مركه وكلا اريد اسقيب ادي هدين سوبر ماركت انك تكدين لكن قيبها كلا كشقيري سوبر ماركت ان شاء الله ينعك لو الو ها الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله شيخ الله يكون بركة عمرك يا عقلك والله يكون بركة. اللهم آمين جزاك الله خير. شيخ وحن كويدين ربي مارت إن صلاة جمعها ما أنت مركو شيخ خطبة ضينا يوم. ها. إن دكتور غير خطبة مارت يعني إن نبي جمع القصة لين كرام مركو شيخ مارت نبي قصة ليه وكلام الله قدر بس لين كرام سوى واد أمس إيسا مركو شيخ خطبة من بركة سرية. ما يوحد ذكري أو صلي ولا القصة لين كرام. ما نعم. شاء الله الله كبرك أيوه. بارك الله فيك. شيخ مدك السؤال كنا وكويدين ربي يعني حاجة ما رت يورو كل مركز تشوفه مركز قاعد كده واحد على سرادة معاه إن لبي يتوقف وكل ما واحد كير تاس سرادة ما يقود ميسم. يقود ميسا ها إلا يصدق وحكي كرة يصدق ولا قط كنكر سرادة معاه إن شاء الله. ما شاء الله جزاك الله خير الله يبارك فيك السلام عليكم. إن شاء الله عليك السلام. لنعكل هلو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ وعفو الدنيا اللي بس أنا. تنكوات. سؤال شيخ بعد الحوية برجع عند النيرة هاي بانجار بانجار ولا النيرة وأنا نبي نسرد كل شيء. بعد الصلاة دائما وأنت كذا صلاة يجتري مكلين كرا وحوية ما نما يجتري كرا يما وقلين كرا. نعم قلي إن شاء الله هداب أودد إن قليس إن قليس راجع قوة قلي ساو أودد سو قلي ساو أودد ألو وفق أسواق قوة دين عكلا لو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ الصولي الله كحفظه إله درتيسا كوج على أولا الله أكبر إله درتيسا يجعل هذا كوج على أخي جنة فردوس أنا أقول ميو أدنى الله كحفظه ما شاء الله شيخ سولي سؤال عن ربنا كويديو هو هذي أو دمتي الكتاب هذا مصحف أو قرآن كريم أو كله وقف مقولي كرا مساجد ذو كله أدلوجي كورا نعم وأقولي كرت وحفي عن وي وحفي عنا أصمينا أصمي إن شاء الله وقي كرتا ما شاء الله الله كحفظ الشيخ الصولي والدرتي ساكو على الدين هذا جعل هذا كو جعل هذا لما انت الهي درتي سنو جعل وجعلنا هاي الهي جنة فردوسو هنو كل ميو سواشا ساقود بيس وقتي قبا وحدان قال دنفتي دي شهداني كأهاتي دان سحنا توفيق الهي سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله واستغفر أتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مدح وين بين لوء مدحوين بين لو إلهي قيامها ما أركاي هذا دتك كوس عبيان هاي هكون أهان ها وزيرة هاي وجان كله هاي دتك أمد وزارة بينا وشيء يسا حل ما نتاي تي في ذا سوقر يسا دتك بين وشيء يسا هلو أركا كلية إن أذكر ده عشان مركو هرة توبة النصوحة إلهي إن توبة كنت محيال قف الدين بيكون جرا مركو هرة ما إلهي سوهر أستاجي وعمل كله أقبله يا